المورد السادس لنأخذ صورة عن سبب وبداية التحرك المغولي التتري نحو البلاد الإسلامية من خلال ما كتبه ابن كثير في البداية والنهاية. الآن ماذا قال ابن كثير عن تحرك التتار؟ إذن في البداية والنهاية الجزء الثالث عشر يبدأ في صفحة 82. قال ابن كثير: ثم دخلت سنة 1600 سنة 616 هجري ظهور جنغس خان وعبور التتار نهر جيحون، وفيها أي في سنة 616 هجري، وفيها عبرت التتار نهر جيحون صحبة ملكهم جنغس خان من بلادهم، وكانوا يسكنون جبال طمغاج. التفت جيدا، الكلام عن جنغس خان هو جد هولاكو، حتى تكون صورة واضحة عندكم. يعني عندما ننتقل نحن من جنغس خان إلى هولاكو، يعني قد مررنا بسنين طويلة حتى وصلنا إلى هولاكو. ونحن نذكر عادة عندما نقتبس نذكر السنة التي وقع فيها الحدث أو الأحداث. وفيها عبرت التتار نهر جيحون صحبة ملكهم جنغس خان من بلادهم، وكانوا يسكنون جبال طمغاج من أرض الصين. إذن أين كانوا؟ كانوا في الصين. ولغتهم مخالفة للغة سائر التتار، وهم من أشجعهم وأصبرهم على القتال. وهم من أشجعهم وأصبرهم على القتال. هؤلاء مثل الأعراب، هؤلاء مثل المارقة. يعني أيضا دعوة من هنا. الآن أنا أطلب من الباحثين، من الأساتذة، من أصحاب الدراسات العليا ليراجعوا هذا، لتكتب رسائل بهذا الخصوص. هل أن الفرنج والمغول جنغس خان وقادة المغول من أبناء جنغس خان وعائلة جنغس خان، والمارقة الدواعش الخوارج في هذا الزمان وفي ذاك الزمان، هل يشترك هؤلاء بصفة الأعراب، بصفة الأجلاف، بصفة الذئبية وقساوة القلب؟ هل هؤلاء يشتركون بالصفة التي حذر منها الشارع المقدس، الذين يتصفون بأنهم أعراب ليس عندهم وليس في فكرهم إلا القتل والتقتيل والدماء والإرهاب؟ ولهذا ابن كثير من أبناء ابن تيمية وعلى المنهج التيمي وإمام المارقة يتحدث عن شجاعتهم وعن صبرهم على القتال. هل هذه الصفة مشتركة ومشتركة بين دواعش الإسلام ودواعش الفرنج ودواعش الصين والمغول والتتار؟ هل يشترك مارقة الإسلام مع مارقة الفرنج، مع مارقة الصين، مارقة التتار، ومع غيرهم من المارقة؟ مجرد فكرة محتملة ممكن التأكد منها من يبحث في هذا الأمر ومن يريد البحث في هذا، وأيضا يكون لهذا البحث ولهذا التشخيص ولهذا التحديد للداء ولهذا التأصيل للداء، كي نحدد ونشخص الدواء الصحيح والاستئصال الصحيح لهذه الغدة الداعشية الإرهابية القاتلة، سواء كانت هذه الدعشة القاتلة والإرهابية وهذه الفئة المارقة سواء انتسبت إلى الإسلام أو إلى المسيحية أو إلى اليهودية أو إلى باقي الديانات والأفكار والتوجهات.